يا محبي المغامرات والألغاز، إذا كنتم تكرهون عطلات نهاية الأسبوع المملة، استعدوا لأحدث مغامرات عبود المثيرة. عبود، الشاب الفضولي، فجأة يتلقى رسالة غامضة من محام مجهول. تحتوي الرسالة على مفتاح قديم وخريطة تؤدي إلى قصر مورويث في مدينة بعيدة. يتساءل عبود في حيرة، ما سر هذا القصر؟ ولماذا ورثه هو بالذات؟ مدفوعاً بالعزيمة والإثارة، يقرر عبود خوض رحلة إلى المجهول. يحزم حقيبته، يودع أصدقائه، وينطلق في مغامرة لا تنسى. الطريق إلى القصر مليء بالتحديات والمفاجآت غير المتوقعة. يواجه عبود عقبات لم يحسب لها حساباً، لكن شجاعته وإصراره يقودانه دوماً إلى الأمام. وأخيراً يصل عبود إلى القصر المهيب. يقف القصر القديم شامخاً وغامضاً، محاطاً بأسرار لا حصر لها. هل سيكتشف عبود الحقيقة وراء هذا الإرث المفاجئ؟ وما الذي ينتظره داخل تلك الجيران العتيقة؟ ابقوا معنا لمعرفة المزيد في الحلقة القادمة من مغامرات عبود والميراث الغامض.